اسمي تحمد، وخدمة ديالي هي هادي ديال السياحة، كنخدم مع السياحة، مرشد سياحي هنا. وفي الأول ديالي كنت كنخدم مع العرب، كنت كنخدم مع العرب، كيعطوني 300 دريال، 400 دريال، وغادي شوية بشوية شوية بشوية كتوليت كنخدم دابا مع النصارى، كنخدم مع النصارى هنا في الشلال، وكنطلع وكنعطاك. شحال كان في عمرك أحمد باش جيتي هنايا كمرشد؟ ديك الساعة في عمري أنا ولد 89، في الساعة في عمري من 2000 بديت أنا في هادشي، من 2000 مشيت لمراكش وخدمت حتى 2006، من 2006 صافي دخلت لهاد المهنة هادي، وخدمت مع العار شوية بشوية حتى 2011 عاد دخلت للنصارى وتنخدم مع النصارى. إذا أنت في كنتي كتطلع مع المغاربة شي يعطيك 1000 فرانك، يعطيك 300، 400، 400، 600 على حسب كل واحد، كل واحد وجهدو، كل واحد والتعامل ديالو وجيبو. وكاين اللي تيعطيك حتى 200 درهم حتى 250 درهم على حسب الإنسان. أنت أحمد قلت لي بأنه ما قريتيش بزاف. ما قريتش، لا ما من دراسة التحضيري، دخلت التحضيري وقريت في التحضيري، كملت هذاك العام صافي وأنا نخرج. ديك الساعه ما كاينينش امكانيات بزاف. علاش خرجتي ما كملتيش القرايه؟ ما كايناش امكانيه بزاف، الوالد كان يب وحدي ديك الساعه، خاص الخدمه، خاص اللي يعاونو، فهمتي؟ الا تقطع داك الصباط ما كاينش اللي يجيبها لك، فهمتي؟ صافي وخرجت لهاد المهنه وبقيت خدام، ومشيت لمراكش 2000، مشيت لمراكش وخدمت فيه حتى 2006، 2006 رجعت لهنا، داك السيد ما بقاش يعطيني والو، جيت لهنا صافي ودخلت لهاد الشيء العرب، وكنخدم مع العرب شويه هاك شويه هاك. حتى 2011 ودخلت للنصارى وكنسبيكي راك وهاك شوية بشوية شوية بشوية. دابا الحمد لله راه بخير، راه در جميع اللغات ذهبت. أن في الأول أول نصراني خدمتي معاه، كيفاش بديتي مع أول نصراني اللي كتعرف؟ غير بعض المرات شي حاجة وقلتها شي حاجة بالإشارة، وفهمتي شوية هاك وشوية هاك، هو تيفهم، فهمتي؟ تيفهم وما كتحاول بالإشارة تفهم. دابا الحمد لله. وكيفاش تعلمتي بديتي كتهضر الفرنسيه والانجليزيه وشي شويه من الاسباني؟ الاسباني منين كتقن اللغه الانجليزيه؟ الانجليزيه تنتقنها الانجليزيه. الا بغينا تقول لنا القراء ديال 24/7 بريس تكلم معاهم بواحد جوج ثواني بالانجليزيه ورحب بهم هنا باش يجيو هنا باللغات اللي كتعرف، مثلا ترحب بهم باش يجيو لاوريكا بالانجليزيه، بالانجليزيه والفرنسيه والاسبانيه. فرنسا على قد الحال، قلنا الانجليزيه والفرنسيه. هلو ويلكم، ويلكم فور ماروك، ويلكم فور اوريكا فالي، هير از نايس، اتس نايس فالي، هير اتس نايس فالي، نوت سي مراكش، انا مراكش هافين موتش بزنس ان مراكش، هير اتس نايس وان تيكين ذا بيكتشر اند ذا مونتان اند ذا واتر فول، هافين ذا سيفن واتر فول هير. بالفرنسيه ممكن تقول نفس الشيء بالفرنسيه؟ بالفرنسويه بونجور سافا، سي فيان فوني ماروك، بن بنو اوريكا، اوريكا سي سلانتيريسون دو لا فالي، سي لي كاسكاد، سي بيانيفيك. اول مره كتحس بانه انت بانه مثلا شنو يمكن تقول بحال الانسان كيهضر اللغات وفرصه باش ياتك تخدم مثلا في الصيف ولا حتى في الشتاء كيكون الرواج لا في الشتاء تنخدموا اكثر من الصيف، في الشتاء، في الشتاء تكون السياحه بزاف اكثر من الصيف، وفي الصيف تبارك الله راه كاين العرب تاعهم راه بزاف، الطريق تكون عامره بزاف بالعرب، خصك انا في الطريق راه الا ما صبرتيش يقدر تداز مع شي واحد، حيت كاين دابا بنادم تيوصل وسط الطريق عاد باغي تصور، عاد باغي يصور مع ولادو، مع فهمتي؟ نعم صعيبه الطريق باش توصل هنا. وكيفاش هو القطاع ديال المرشدين السياحيين ولا انتم كتخدموا كفوغيد؟ فوغيد القطاع ما منظمش عندكم هنايا؟ لا. وكيفاش القطاع ما منظمش هنايا؟ انا راه ما كاين اللي ينظم، ما كاينش اللي ينظم، فهمتي؟ انا بنادم شي حاجه شي ما كاينش اللي ينظم، كانوا داروا لنا الجيليات وخدامين بالجيليات مزيان كونفيونس، فهمتي؟ بحال اللي قلتي هذيك البطاقه ديال مرشد، مرشد خدامين كونفيونس، ويجي بنادم ديك الساعه تيسولك حتى تبان ليه مرشد سياحي، كاين الجيلي مكتوبه فيه مرشد سياحي، تيجي اي واحد تيجي تيسولك، اي واحد تيدير فيك الثقه وبسميتو بالرقم ديالك، فهمتي؟ اي واحد تيدير فيك الثقه. دابا ما كاين لا جيلي حتى والو، ولكن حنا خدامين مع الشوافر، دابا الشوافر تيجيبوا لنا الكليان تيقول لنا هذا راه فيه الثقه سيروا معاه يدوركم في الجبه، ولكن الثقه راه كاينه. وكيفاش علاش تحيد، علاش تحيد هذا التنظيم هذا؟ داكشي من كورونا، فاش كانت كورونا صافي جمعوا لنا الجيليات، قالوا نجيبوا الجيليات وجمعناهم ودخلوهم لذاك البيرو تاع الجمعيه وبقاو تما. اذا الجمعيه ديال المرشدين السياحيين هي اللي هكذا. اذا دير واحد النداء المسؤولين بانه وخاصه هاد المسؤولين ديال الجمعيات اللي هنايا،
انه باش يعتنيوا بهذه الفئه بحالك انت مثلا شاب عندك عائله مزوج ولا باقي مزوج وعندك وليدات؟ عندي ثلاثه الاولاد تبارك الله. معنا عايش جيب. عايش بهذا الشيء ها عايش بهذا الشيء الحمد لله. عندي داري عندي كل شيء عندي داري انا عندي جوج طبقات في الدار وحده تنكري على تحت دابا في الصيف وحده ساكن فيها. هادشي درتي هذا الخير درتيه كله من هذا الخير ديال هادشي من هذا الخير انا قانع الشعر من هنا قانع تبارك الله قانع الحمد لله. ولكن كما قلتي انه باش يثيقوا فيك مثلا باش نطلع يطلعوا عائلات انا وولادي ونطلعوا هنا ونثيقوا فيك وهكا ضروري هذا القطاع خصو يتنظم. خصو يتنظم ضروري خصو يتنظم راه احسن حاجه هو يتنظم احسن حاجه هو يتنظم وردوا لنا الجيلات ديالنا ونبقاو خدامين الحمد لله. اذا هذه رساله للمسؤولين سواء ديال الجمعيه ديال المرشد السياحيين او حتى حتى المسؤولين على السياحه ان هذه المنطقه هذه فيها رواج ديال الناس ديال اهل المنطقه اللي شنا في منطقه وريكا سيتي فاطمه لانه الناس عايشين بهذا المنتوج هذا والعائلات المغربيه سواء الاجنبيه كتمتع به وكتعيش به. شكرا سي احمد وشكرا بزاف على المرافقه والثقه لانه انا كنشهد بانه طلعت انا والعائله ديالي انسان محترم كيحترم العائلات كيحترم الثقه كيحترم انه لاي واحد جا لوريكا سيتي فاطمه يسول على احمد الكنيا أمديد انسان ثقه والانسان لانه وعنده حتى تبارك الله عطيه ربي واحد القبول وعطيه واحد الطريقه باش كيشرح في المرافقه ديالو. شكرا للمتابعين.